انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية لشركة البحر الأحمر، أطلقنا مبادرة إزهار البحر الأحمر والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لأهمية التنوع البيئي. We think this is a great opportunity for the Red Sea Development Company, the NCVC, and the local community to work together. وتعويض الفاقد في التصحر وزراعة ما أمكن من الأشجار المحلية. واللي بنستهدف فيها في الموسم هذا إن شاء الله من نزرع حوالي 17,000 شجرة. تم تدريب المتطوعين والمتطوعات من جامعة تبوك على كيفية زراعة الشتلات ورعايتها وتوفير لها الاحتياجات اللازمة لنموها خلال فترة الحضانة في مشتل شركة البحر الأحمر.